سهل، ندير غنسيس. المهم شحال هادي، وغادي ندير هاد اللوبيا هادي، غنديرو شويه ديال المطيشه، شويه الصلصه، صافي نخليو هادشي ينسجم مع بعضياتو تيتشحر ونكب اللوبيا. المهم البنات هنا كما كتشوفوا معايا درت داك مطيشه والبصله والثوم درتهم تيتشحروا، وهنايا راه درت اللوبيا باش نشحرها مع دوك العناصر، يعني تشحر مزيان مع دوك العناصر. صافي من بعد غادي نروي، غندير الماء، يعني ندير العطريه هي الاولى، بعدا غندير ديك التحميره والبزار والملحه وسكنجبير. الكمون قلت لكم ما كاينش عندي لحقاش مبقاش، يعني مولفه ندير فيها الكمون، يعني حتى نقرب نطفي عليها وندير الكمون. انا درت شويه ديال الدادو ديال الخضره. صافي غادي نحرك داكشي مزيان باش ينسجموا مع بعضياتهم، وغادي نروي. غادي نروي، درت شويه ديال الماء لان غادي نقص عليها البوطه، ما غاديش نجهد عليها، ما غاديش تكون البوطه مجهده، غادي طيب دغيا لان راه كنت مرطباها. هنايا راه طابت، يعني سديت عليها وطابت. صافي درت لها شويه الربيع، انا درت الربيع، يعني راه تشوفوا معايا راه طايبه. غادي نخليها شي شويه تزيد تشرب شويه الماء. هنا البنات راه كنوريكم يعني اللوبيا كي جات، غادي نخليها شي شويه تزيد تشرب. المهم تنطفي عليها، غادي نوري لكم من غادي نحطها في الطبصيل. ها هي انا حطيتها في الطبصيل، يعني بغينا نتغداو. صافي تنخليها تجي خاطره وتجي فيها تيجي لاصوص ديالها خاطر. صافي وقلت لكم تندير فيها، يعني ندير ليها شويه زيت من الفوق، كون كان عندي الكمون ندير ليها الكمون قبل ما نطفي عليها، ولكن للاسف ما كاينش، ما بقاش عندي. صافي هذا هو الغدا ديالنا، ما درت لا شلاضه لا والو، يعني حتى العشاء راه غادي ندير شلاضه. صافي هنا حطيت شويه ديسير المول الدار، ما انا راه ما تناكلش الديسير مورا الماكله. صافي هنا الخبز من بعد ما طاب، صافي حطيته تما تيبرد، غادي نديرو في الميكات، غادي نقسمو في الميكات، يعني فين ما بغيت غادي نبقى نجبد. تنديرهم صغار باش ما يبقاش يضيع ليا الخبز، ممكن تنديرو كبير تيبقى ضايع، اما صغير تنحط خبزه ونص ولا جوج خبزه تنسخنهم صافي، يعني تيتكالو صافي. بغيت نقطع نوريكم الخبز كي جا. هيا هو الخبز البنات تيجي في الحقيقه زوين، تيجي مفشفش ما تيجيش مدقص، تيجي زوين. جربوا لي العجينه وغادي يبقى يجيكم زوين. وهنا البنات غادي ندوزو نديرو العشاء، يعني كما شفتو معايا قبيله في الغدا درت اللوبيا للغدا، يعني في العشاء ديما الا ما درتش شي حاجه في الغدا ضروري العشاء ندير بحال هكا كفته ولا شي حاجه. غندير كفته بالخضره، يعني هاد الوصفه البنات جربوها تجي رائعه جدا. يعني الكفته تندير فيها خضيره بحال هكا الدراري، تندير فيها بطاطا، هانتوما كيما كتشوفو معايا هنا تندير فيها بطاطا، هنا دايره جوج بطاطات، وهنا الفلفله، يعني اللي عندكم عندكم على الخضره ديروها، انا عندي الحمراء والخضرة درتها. عندي صفراء ولكن ما بغيتش نقوي، عندي واحد مطيشه، عندي شويه الربيع، معدنوس غنديروا شويه في الكفته، وشويه نديروا رهيف في لاصوص، وشويه تلخر تنخلي شي شويه تلخر تندير به. هنا الكفته البنات راه حكيت فيها جوج فصوص ديال الثومه، وحكيت فيها واحد البصيله صغيره، وانتم كما كتشوفوا معايا. وهنا عندي صلصه ديال البومودورو ديال الطماطم. هنا عندي هذه فيها ثومه وسميتها السودانيه مخلطين، عندي ثومه غبره ولكن هذه تنفضل ندير منها شويه. بالنسبه للعطريه عندي هنايا تحميره، عندي شويه البزار، عندي سكنجبير، عندي عصات، وعندي الملحه، وضروري البنات راه ما عنديش الكمون، ضروري يعني الكفته تندير فيها انا الكمون، ما عنديش مابقاش عندي. وهنايا بالنسبه لسميتو راني درت البصله والثومه، درت البصله درت معاها شويه الثومه، راه فاش الثومه كتشحر
أيوة نخلص هذا الشيفلور الشلاطه، نصيب الشلاطه تنسلق فيه شويه ديال الملحه وشويه ديال الحامض باش تحيد منه الريحه، شويه ديال الخل باش ديك الزفوريه ديك الريحه ديال المجهده ما تتكونش. صافي هنا غنديروا شويه ديال الملحه ونديروا دعصات باش تعطي لوغو ديالها هنايا، ندير شويه ديال الملحه ونخليو هاد البصيله تشحر. صافي نخليوها تشحر وندوز نقطع خضره باش نضيفها شويه بشويه، ندير البطاطا هي الاولى وعاد باش العناصر الاخرى. هنا البنات غادي نقطع ديك البطاطا، غادي نقطع مربعات يعني مربعات صغيره باش دغيا طيب لينا. كاع الخضره غادي نقطع مربعات، نتوما غادي تشوفوا معايا يعني نقطع بطاطا، غادي نقطع الفلفله حتى هي مربعات، البصله راني درتها تتشحر قلت لكم. بدلت الموس جاني داك كبير. صافي غادي نقطعو ديك الخضره، غادي نقطع بطاطا غنديرها على ديك البصله اللي كتشحر. صافي وغادي ندوز غادي نقطع الفلفله حتى هي. انا قلت لكم غادي ندير شويه الضاد ونزيد شويه الضاد من بعد. صافي راني قطعت الفلفله، غادي نضيف الفلفله حتى هي على البطاطا. ونخليهم يتشحروا بين ما نقطع مطيشه، وهي دايره الشيفلون تي الشيفلور تي يدير على حساب الشلاضه في الكاسرونه. هنا البنات درت شويه ديال صلصه الطماطم ودرت ديك مطيشه راني قطعتها قلت لكم البنات. هنا قطعت مطيشه ودابا كندير العطريه، يعني العطريه ما كديرهاش من الاول باش ما تحرقش. درت التحميره، درت سكنجبير، شويه البزار، ودرت داك شويه الدادو ديال الكنور، المهم كنور ديال الخضره ماشي ديال. وهنا ندير ديك شويه ديال الهريسه مع الثومه غبره، شويه الربيع، صافي غادي نخلط العناصر باش ينسجموا مع بعضياتهم. صافي غادي نغطيها ونخليها يعني نخلي الشيء طيب، تنقص عليا نخلي طيب على خاطرو بين ما نشرمل ديك الكفته ونكورها. هنا يا رزنا الكفته قلت لكم حكى عليها بصيله والثومه. هنا درت ليها العطريه، درت ليها شويه سكنجبير، شويه التحميره، شويه البزار تاعي، وشويه ديال الهريسه السودانيه عفوا. وهنا غادي درت ليها شويه الربيع، غادي نخلطوها مزيان. كان واحد الطريف باقي مكونجولي. هنايا قلت لكم البنات درت شويه الزيت ونشللته حتى الاخر نديرو. وهنا الشيفلور من بعد ما تسلق خليته يستقطر باش ندير بيه الشلاضه. صافي هنا راه غادي نخليها شويه ترتاح هاد الكفته وندوزو نكوروها. بغيتو ديروها على شكل صبيعات ديروها، بعد الاخر تنديرها صبيعات، بعد الاخر تنديرها كويرات، المهم على حساب يعني كاينه قليل الكفته نديرها كويرات، من الاحسن ديرها كويرات صغار. صافي غادي نبقى نكور كما كتشوفوا تنكور الكفته. صافي نبقى نكور حتى تنسالي ديك الكميه اللي عندي، وغادي نضيفها فوق المقله
ولكن ما غاديش نحرك، غادي نخليها عام الفوق تتشد راسها وعاد باش نبدا نحرك. صافي انا ساليتها. صافي هنا البنات غادي نحل عليها، هنا داك الشيء راه قرب يطيب. صافي غندير عمل الفوق تتشد راسها باش نحركها. انتما كما كتشوفوا معايا يعني الطبق ساهل وفي نفس الوقت يجي لذيذ تيجي بنين. صافي نضيف الكميه كامله ونسد عليها نخليها، راني ناقص عليها كما كتشوفوا معايا. صافي غادي نغطيها، ندير بعدا مزيودة ديال الحار مساني الرسمي هو هذاك. صافي هنا دزت درت شوية ديال الزيت في الزلافة وشوية البزار شوية الخل، ندير عليه شوية ديال الحامض، غادي نعصر شوية الحامض شوية المليحة وغادي نخلط باش نسقيو بداك الشيفرون ديالنا. وديك هنا قلت لكم قطعت مطيشة والبصلة رقيقة والخيار ولا الفكوس، قطعتهم صغار كما كتشوفوا معايا ودرتهم الوسط يعني شلاضة عادية. غندير فوق الشيفلور شوية ديال المعدنوس، هذاك المعدنوس خليته باش نديرو الكفتة ملي نطفي عليها، وزيت منه شوية درتو فوق الشيفلور. صافي غادي نسقيها بدك الخل والحامض والملحة. صافي كما كتشوفوا معايا صافي، هذه شلاضه ساهله مهله. هي هذه عاديه. صافي درت شويه الحامض تما من الفوق، وهنا الزيتون غادي نديرو لديك الكفته عند البنات من بعد ما طابت. المهم تندير الزيتون قبل ما نطفي عليها وشويه تنطفي، هنا حيد دوك المزيوده ديال الحار وغادي نبقى نحط العشا ديالنا. صافي نحط انا حطها كميه اللي غادي ناكلو باش هكا ما يجيش تبصل عاوتاني عامر. دير كميه و حتى الا خصنا راه غادي نزيدو. صافي بركه بركه ديك الكميه، الله يجعل البركه. المهم باش ما يجيش تبصل عاوتاني عامر تيجي داكشي. صافي هذا هو العشاء ديالنا البنات مع الشلاضه والحار ضروري. المهم انا رجعت لكم من بعد ما تعشينا، غسلت الموان مسحت البوطة يعني كل شيء قديتو، طويت شي حوايج كانوا خاصني نطويهم. صافي دابا راه 9:30 غادي بغيت نشارك معكم، بغيت ندير واحد الماسكلوجي وقلت غادي نشاركو معكم يعني ساهل ماهل غادي نشاركو معكم. راني غسلت وجهي غسلته كاع يعني غسلته كاع من دوك الدهون اللي كتعرفوا مع الاوسخ في النهار وداك الشيء غسلته. غادي نشارك معكم هذا الماسك وصافي نيت باش نمشي نعس باين يعني راه بقات الدور هنايا حدايا. المهم غادي ندور الكاميرا باش نشوف. المهم البنات ها هو حط هنايا مايزينا نشا، وهنا عندي واحد البول اللي غندير فيه صغيور ما تيبانش ايكو. عندي هنا ياغورت مسوس هذا حليته البارح مع عمت، درت منه شعري واحد الماسك زوين تا هو الشعر فيه صفر بيضاء وياغورت مسوس ياغورت. غادي ندير الجهد اللي غندير دابا بركه عليا يعني راه هذا الشيء كافيني، يعني هذا الشيء ملقى اخر ديال
بلاستيك هادي، فغادي ندير اللي غادي يجمع ليا. المهم على حساب الكميه، انا عب وحديتي غادي نخلط حتى ينسجموا ليا العناصر. الا خصنا راه غادي نزيد قال لي باقي خاص. صافي كافي، غادي نمشيو نطبقو على وجهنا وصافي. يعني هذا هو الماسك تاع اليوم، ساهل ماهل في الحقيقه. عييت قلت ندير هذا الماسك، هذا ساهل ولكن عنده نتائج زوينه بزاف البنات. الماسك هذا يعني تيحيد، يعني تيسد المسامات، تيحيد تيبيض الوجه، تيحيد كاع دوك الشوائب اللي على الوجه، دوك الرؤوس السوداء. يعني زوين هذا الماسك بزاف. المهم البنات غادي نطبق الماسك على وجهي، ما مكنتش مشيت للدوش قلت غادي نقصع هنايا نديرو. صافي غادي نديرو ونديرو تحت عيني، يعني ماشي مشكل. صافي اليوم اختاريت ماسك ساهل باش نمشي نعس، باين باين فيه الناس وبقيت نشد فيه تصليت العشاء وغسلت وجهي. قلت ندير هاد الماسك لاقاش الا مشيت نعسة غادي نعكس. صافي المهم غادي نخلي نزيد شي شويه، غادي نخليه واحد ربع ساعه. هو من الافضل تخليه يعني من ثلث ساعه حتى ل 25 حتى تنشف مزيان، ولكن نخليه عشي شويه. صافي غادي نشد هادو مع هذا البنات، ديري فيه الخيار والبطاطا حكاهم وديرهم في الفريكو على حساب الهالات السوداء. غادي نمشي نحطهم تحت عيني شي شويه. هاد الايام كنصرم كيجينيش الناس بالليل، يعني شد الهالات عندي كاينين. صافي المهم هذا هو الروتين ديال اليوم، نتمنى ينال الاعجاب ديالكم. الى عجبكم خليوها لي في لي كومونتير تحت باش ما نبقاش نخليكم في بالروتينات، نبقى ندير معكم مره مره روتين. يعني صافي غادي نخليهم نبدا نكمد بهم بحال هكا على حساب الهالات. باين بغيت واحد. صافي المهم البنات بالسلامه عليكم، فيديو جديد ان شاء الله. غادي نغسلو من بعد وغادي ندهن عب زيت اللوز وندهن يدي. صافي غادي نمشي نعس، اصلا تبدل راني بدلت حيت الحوايج ديال الشقة تكون فيهم ريحة الطياب داكشي. صافي راه حيت الحوايج راني بدلت وغسلت وجهي وغسلت اسناني. صافي بقى نغسل عاوتاني، نغسل بلا صابون وندهن وجهي. صافي نمشي ندهن يدي ونمشي نعس. السلام عليكم.